سعد الله ايامكم بولاده سيدي مولاي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كل الاحترام والتقدير للاخوه الاكارم والاحبه والاعزاء اللي جاي توصلون. حقيقه نشرت اليوم واحده من وسائل التواصل في النجف ان على اساس حادث مروري صاير وانقلاب سياره والنقل للمستشفى على اثرها. لا، هو بالحقيقه انه صار حادث سير، والحمد لله رب العالمين السير الحادث اللي صار ما تأذى به، ان شاء الله احد في الضرر كبير لحد الان، الحمد لله رب العالمين الامور طيبه، وغايته يعني بالحديد، نسأل الله ان يدفع البلاء والوباء عن جميع ان شاء الله. وانا اشكر واقدر وممنون من كل من واصل واتصل، واتمنى باخواننا الله يحفظهم بالسوشيال ميديا يتحرون شويه الخبر بالتمام. على كل حال كل التقدير والمحبة والاحترام لمن اتصل وسأل وجاي يسأل ويتصل على المكتب. شكرا جزيلا، وسعد الله ايامكم ولا يريكم مكروه ان شاء الله محمد وعلى الطاقة.